الثاني بيلعب له كره عرضيه والعربي العربي يسجل بالعربي يسجل بالعرضيه يسجل للهلال يسجل المغربي العربي يسجل هدف التعادل هدف التعادل في الدقيقة 23 من زمن شوط المباراة الثانية شوف العرضية الرأسية تأتي رأسية أيضا يوسف العربي على يمين على يسار حارس المرمى ناصر الصحيري حارس مرمى نجران شوف اللعبة صعبة في مكان صعب وبالتالي